مساء الخير عليك زميلتي العزيزه ساره. طبعا برحب بيكي في البدايه وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا يا كريم، يعني ناس كتير قوي مستنيه الزياره دي وبتتكلم عليها، وعلى طبعا انه كابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم المصريه، ودايما بقول قد ايه شعبيه الكوره في مصر قبل الخطيب حاجه وبعد الخطيب حاجه. عايزاك تقول لنا كده الزياره دي وازاي استقبلتها جماهير اسكندريه الحقيقه، ونقل لنا الاجواء بقى كاننا هناك يا كريم. الحقيقه طبعا في البدايه يعني دي رساله مهمه جدا، طبعا علاقه رائعه وطيبه وكبيره جدا من المهندس فرج عامر طبعا رئيس مجلس اداره نادي سموحه، وايضا كمان الكابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم ورمز من رموز النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي. رساله مهمه جدا النهارده الحقيقه، طبعا يعني حابين نوجه الشكر لاعضاء مجلس الاداره بالكامل على الاستقبال حتى هذه اللحظه. احنا كلنا طبعا منتظرين وجود الكابتن محمود الخطيب مع المهندس فرج عامر. هي دعوه طبعا، يمكن مهندس فرج ارسل دعوه للكابتن محمود الخطيب، وكعدته طبعا كابتن الخطيب بيلبي الدعوه مباشره سواء للمهندس فرج عامر وايضا كمان للحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري. لكن الامور هنا طيبه ورائعه ومميزه جدا، استقبال رائع، الاعضاء سعيده جدا. يمكن معروف كمان عن اسكندريه حبها الكبير جدا للنادي الاهلي وتحديدا نادي سموحه. كل الامور هنا طيبه جدا، في استقبال رائع ومميز جدا. يمكن الناس شغاله على هذه الدعوه ب 48 ساعه، ناس متواجده بتحضر كل الامور مجهزه بشكل كبير جدا. يعني هتكون في جوله لنادي سموحه، ويمكن نادي سموحه كمان بيتميز بالانشاءات الرائعه والمميزه جدا، فرعه سواء في برج العرب وايضا كمان الفرع لسه تحت الانشاء في منطقه العلمين في وجود يمكن جائحه كورونا ومفيش موارد والامور دي، فاكيد تحسب اكيد المهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره وايضا كمان الموارد وتنميه الموارد من اعضاء الجمعيه العموميه هنا في نادي سموحه. لكن الامور الحمد لله طيبه جدا، كلنا بقى منتظرين وجود الكابتن محمود الخطيب مع المهندس فرج عامر، كل الامور يعني على هبه الاستعداد. لكن يا ساره الرساله مهمه جدا ورساله طيبه جدا، يا رب تنعكس على جميع رؤساء الانديه. الهدف من الرياضه هي العلاقات، يمكن في علاقه اكيد طيبه جدا بتجمع المهندس فرج عامر وايضا الكابتن محمود الخطيب بعيدا عن الرياضه وبعيدا ان هم مسؤولين كرئيس نادي وايضا كمان كرئيس مجلس اداره، لكن العلاقه دي بتنعكس بشكل كبير على الجماهير الكره المصريه. بنشوف العلاقه الطيبه دي بيبقى مردودها كبير جدا، فاكيد يعني بننتظر هذه الزياره وبننتظر الدعوه اللي اكيد اللي لباها. بناكد على هذه المره يمكن لبى الدعوه اكيد الكابتن محمود الخطيب، يعني ممكن كان المفروض تكون الساعه 6 وجود الكابتن الخطيب، لكن اتاخرت شويه، يعني 8:30 ان شاء الله باذن الله يكون متواجد الكابتن محمود الخطيب في زياره ان شاء الله يكون مردودها كبير جدا على الاعضاء هنا وعلى مجلس اداره نادي سموحه. وايضا كمان اكيد يا ساره من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي هننقل الجوله دي بالكامل، وحديث ايضا كمان اللي هيكون متواجد مع المهندس فرج عامر والكابتن محمود الخطيب من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد يا كريم، شكرا ليك جدا، واكيد هنتابع معاك يعني لحظه بلحظه على مدار اليوم طبعا تفاصيل زيارة كابتن محمود الخطيب لنادي سموحة، وبكرة إن شاء الله يكون كمان في زيارة لنادي الاتحاد السكندري.